قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدنيا الآن قد ازدهرت بحضارتها ورونقها، فغرت كثيرا من الناس وانخدعوا بها وانشغلوا بها ونسوا آخرتهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا تكونوا مثلهم، لا تكونوا مثلهم، واعلموا أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، وما يموت عليه الإنسان. قد يعمل الإنسان الأعمال الصالحة ثم يختم له بالسوء فيموت على الكفر فيكون من أهل النار، وقد يعمل الإنسان بالأعمال السيئة فيختم له بالخاتمة الحسنة فيكون من أهل الجنة. ويا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فأنت في هذه الدنيا عابر، أنت في هذه الدنيا عابر وسائر ومسافر، تحملك الليالي والأيام إلى الآخرة، فاستعد للآخرة، استعد للقاء الله سبحانه وتعالى، اعمل لدار البقاء ولا تنقطع مع دار الفناء فتنقطع بك. يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تذكروا يا عباد الله دنياكم وآخرتكم، ولا تكونوا كالبهائم التي ترتع في هذه الدنيا وتنسى الموت، تنسى الذبح وتنسى الموت. لأن البهائم لا لوم عليها، لأنها خلقت لغاية وهي نفع العباد وتنتهي، وليس لها جنة ولا نار، إنما خلقت لغاية وفائدة حصلت منها ثم تنتهي.